قال رئيس الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك الخليل الخيري إن الشكاوي من المواطنين بدأت تتوافد إلى الجمعية والخيري في تدوينته على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. انتقد والخيري ما قال إنه تسييس للموضوع من طرف الوزير الناطق باسم الحكومة محمد لمين والشيخ الذي نفى قبل أسابيع أي وجود لحبيبات البلاستيك في الأرز بموريتانيا، معتبرا أن الوزير نقل الملف من إطاره الفني البحث إلى مجال المزايدات السياسية. قناة الوطنية زارت أكبر شارع معروف بالعاصمة يعرض البضاعة خاصة المواد الغذائية، وتركت الحديث للمواطنين والتجار حول شيوع الظاهرة. الشيخ واللحميدي معه مزيد من التفاصيل. شوفوا مارو بلاستيك راعي. بعد تداول فيديوهات وصور في وسائل التواصل الاجتماعي تظهر بعض الأرز يختلط به ما قيل إنه مواد بلاستيكية يباع في سوق العاصمة، تحولنا داخل أروقته للبحث عن الحقيقة والتقينا بعض المواطنين أكدوا لنا عدم مشاهدتهم لهذا الأرز إلا على وسائل التواصل الاجتماعي، رافضين التحدث في الأمر أمام الشاشة. بعد أن حاولنا جاهدين إيجاد بعض المواطنين المتضررين والذين شاهدوا هذا الأرز، التقينا برئيس قسم المواد الغذائية بتفرق زينة رقم 2 وسألناه عن هذه الشائعة ليؤكد لنا عدم مصداقيتها، مردفا أن هذا الأرز الذي أشيعت عنه الشائعة هو هبة من دولة صديقة. الشائعات اللي خلقوا عمارو 30 كيلو لا أساس لها من الصحة، مارو 30 كيلو اللي جاهم منه هبة من دولة اليابان الشقيقة، ويجيهم للمفوضية وتبيعوا بالمزاد العلني للتجار وشراوه من عندها وداروا في مقازيناتهم ولا أساس له من صحة اللي قال عنه. ما خارج منه شيء سوى شنو ولا مارو اللي نعرفه اللي جينا عمان واللي ينباع. رئيس قسم المواد الغذائية بتفرق زينة قال بأنهم لم يأتيهم أي مواطن بخنشة يوجد بها مواد بلاستيكية. ما قط حد اشترى من عندنا زقيبه وردها لنا فيها كوتش. نسمعوا لا الاكاذيب وذي واتسابات وذي الامور اللي هي اللي نشوفوها غير عن لا نسمعوها بالنسبه ما قط حد اشترى من عندنا زقيبه مارو وردها لنا فيها كوتش ابدا. هو شاريته ماده تعرف شيء فحصته شافته ولا هو مثلا يشتري من فراغ ولا هو يشتري من خلوه. وكانت شائعه وجود كميات من الارز البلاستيكي قد انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر بعض نشطائها فيديوهات تظهر وجود مصنع للأرز البلاستيكي. وتبقى هذه القضية مجرد شائعة حتى نجد من يؤكدها للرأي العام بصفة واضحة وبأدلة دامغة. الشيخ اللحميدي، الوطنية.